تأكيدات إيرانية وإسرائيلية بتعرض مفاعل نطانز للماء الثقيل لعمل تخريبي أدى لتعطيل شبكة الكهرباء لفترة وجيزة بدون تسبب في حدوث أضرار أو سقوط ضحايا بحسب الرواية الإيرانية. طهران وصفت الحادث بالهجوم النووي متوعدة بالرد، ووزير الدفاع الأمريكي يجدد من تل أبيب دعم إدارة بايدن لإسرائيل. فهل تفلح الهجمات الإلكترونية الإسرائيلية في تعطيل أو تأخير البرنامج النووي الإيراني؟ هل يؤثر خروج معارك الظل الإيرانية الإسرائيلية على مساعي العودة الدولية للاتفاق النووي؟ ذاك الممكن من رؤية منشأة نطنز الإيرانية. مستهدف عصب برنامج إيران النووي وأكثره تطورا، ففي المنشأة يخصب اليورانيوم. فيها خالفت إيران من اتفقت معهم قبل سنوات ورفعت نسبة التخصيب. إرهاب نووي ما تعرضت له المنشأة. كذلك يصف مدير برنامج إيران النووي علي أكبر صالحي انقطاع الكهرباء عن المنشأة. حادث أو هجوم سبراني على المنشأة العلم تعددت تسمياتها وأهدافها. تعطيل تخصيب اليورانيوم الإيراني وتعطيل الوصول إلى توافق بينها وبين القوى الغربية في نظر مراقبين. تقول صحيفة جيروزاليم بوست إن الهجوم أخطر مما أعلنت عنه السلطات الإيرانية، فقد أدى إلى إغلاق أقسام كبيرة في المنشأة. هجم الموقع قبل نحو سنة أيضا، وبقيت نتائج التحقيق معلقة وإن عرف الفاعل صنيعه. قديمة حروب الخفاء بين طهران وتل أبيب في البحار وعلى الأرض. يربطها العارفون بتشريع الغرب أبواب التفاهمات بشأن برنامجها النووي. لا تتهم إيران أحدا رغم أن مريبها يكاد يقول خذوني. اعترفت إسرائيل في حديثات السفينة الأخيرة، وتوعد وزير دفاعها أنها ستستمر تدافع عن كل من يحوم حولها ويهدد أمنها. من يفهم الاستراتيجية الإيرانية يرجح بقاء التحقيقات الإيرانية بلا نتائج في البحر والبر، فطهران غير معنية بتعكير ما بدا صفوا بينها وبين الولايات المتحدة لناحية العودة المحتملة للاتفاق النووي. مد هنا بني جانتس بوصة قديمة لضيفه وزير الدفاع الأمريكي للتشكي من إيران وخطورتها على الإقليم والعالم بأسره. إن هي استمرت في تطوير برنامجها النووي وإن عقد معها ثانية اتفاق يفتح دونها أقفاص العقوبات. لا تتبنى إسرائيل استهدافا لموقع نطنز وهي المريدة لكل ما يعطل مصافحة جديدة مع القوى الكبرى على عتبات فيينا. كل الأخبار الآتية من هناك متفائلة، وإن اشترطت طهران رفع كل العقوبات الأمريكية. إلى أن يتم ذلك ستبقى إيران مصغية لدروس التفاوضات الطويلة ومتعلمة من العقوبات الصعبة. عبر سكايب من فيينا ينضم إلينا الدكتور يسري أبو شادي كبير خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا. من طهران محمد مهدي شريعة مدار الدبلوماسي الإيراني السابق. ومن واشنطن مارك فيتس باتريك المدير السابق لبرنامج نزع السلاح النووي في الخارجية الأمريكية. أهلا بكم جميعا دكتور يسري. ما الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه النوعية من الهجمات الإلكترونية على المنشآت النووية؟ الحقيقة هو التحدي ما انتهاش. التعطيل اللي حصل بقطع الكهرباء ما نعش متأكدين، رغم ان الرئيس الطاقه الذريه الايرانيه قال انه عمل ارهابي، لكن هو مختلف شويه عن الاعمال اللي تمت قبل كده. من 10 سنين كان في فيروس اسمه ستوكسنت، ده ارسل لايران لم يعلن عن مصدره، ولكن ادى الى تعطيل العمل في مفاعل نتان لعده ايام، لكن ما اثرش وقتها كان على مفاعل بوشير. من سنة أو تسعة بالضبط السنة اللي فاتت حصل عملية تفجير في الواقع لبعض أجزاء من محطة نتانز، ودي أثرت طبعا عن بعض الخسائر، وبرضه ما عرفش فيه. النهاردة الحقيقة عقب امبارح ما إيران أعلنت أنها بدأت تشغيل وحدات متعددة من التخصيب المتطورة، وهي بالذات IR-6 و IR-5. النهارده فوجئنا من الفجر، لان
الكهرباء اتقطعت، وان طبعا اتعطل الانتاج، لكن ما تمش اي نوع من انواع التفجير او حتى الخسائر او الاشعاعات الصادره. ياخد قد ايه؟ انا متوقع انه ده موضوع ما ياخدش ساعات، عمليه تصليح الكهرباء واعاده الاتصال تاني طيب، يعني اكيد. عملية إدخال الغاز في 168 من أجهزة الطرد المركزي كما ذكر الدكتور AR6 لن تتأثر بهذا الهجوم على ما يبدو. لا هي مش لما تأثر، يعني أكيد وقفت زيها زي إيران تملك 20,000 وحدة طرد مركزي من النوع الأول، ويمكن أكثر من 1,500 من النوع الثاني، وعدة عشرات أو مئات من الأنواع المختلفة الثانية. لا، في المطرود شغال 5,000 شوي وشوية. إيران خلال الشهرين الماضيين تخطت الرقم ده، وتخطت طبعا الاتفاق بتاع 5+1، وبدات الاعداد تزيد، لكن مش بزياده كبيره. اذا معنى هذا انه لا، هو يقدر يرجع بسهوله. طبعا اتاثرت، لان الكهرباء لما هتتقطع مش هتشتغل لوحدها، لكن مش الخطوره الكبيره او المشكل العويص على الايرانيين ان هم يصلحوه. لا، في النهايه هي قطع كهرباء، يعني مش مشكله يعني. نعم. سيد محمد مهدي، شريعة مدار، ما خطة إيران الاستراتيجية التي تتبعها الآن للتعامل مع هذا التصعيد الإسرائيلي الذي يبدو بأنها محاولة لاستدراج رد فعل إيراني عنيف لنسف المفاوضات النووية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أتصور بأن هذا العمل الإرهابي كالأعمال السابقة لن يبقى بدون رد. هذه الحرب مستمرة بين إيران وبين الكيان الصهيوني، لكن كما تفضل ضيفك، هذا لم يؤثر على مسيرة المشروع النووي السلمي الإيراني، كما أن العقوبات وكل الضغوط التي تم إرادها على إيران لم تؤثر، ونحن نشاهد بأن المشروع النووي الإيراني يتطور يوما بعد يوم، لكنه يدل على فشل كل المحاولات التي وبالتحديد الكيان الصهيوني بذلها من أجل إفشال هذا المشروع. على كل، ميدانيا من دون شك سيكون هناك رد، لكن أيضا الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية عليهم أن يقدموا يعني دليلا أو أن يتخذوا موقفا من هذا. لا يمكن أن نتفاوض مع الأوروبيين والإدارة الأمريكية تطالب أن تكون ضمن المفاوضات، وفي نفس الوقت نرى أعمالا إرهابية من هذا الكيان الذي يحظى بدعم أمريكي، واليوم بايدن أعلن دعمه مرة أخرى لهذا الكيان. التفاوض والمفاوضات لا يمكن أن تجري وأن تنجح وأن تثمر في جو من الأعمال الإرهابية من هذا النوع. لذلك أتصور بأن إيران أولا ستستمر في مشروعها، موقفها ثابت من كل هذه المفاوضات الجارية، وبالنسبة للتصعيد الإسرائيلي سيكون لها ردها في الوقت المناسب، كما أنها أثبتت سابقا بأنها ترد على أي عملية إرهابية يقوم بها الكيان الصهيوني أو غيره. فيتس باتريك، يقول سيد محمد مهدي، شريعة مدار، أن على الإدارة الأمريكية أن تتخذ موقفا واضحا مما تفعله إسرائيل. كيف تتعامل إدارة بايدن مع التصعيد الإسرائيلي، وهل ترى بأن هذا التصعيد يمكن أن يتخطى السقف الحالي؟ نعم، أتوقع أن إدارة بايدن قلقة من احتمال حصول تصعيد وهجمات في الشرق الأوسط، وهذا يقلقها.
وقد أكدت كثيرا على الدبلوماسية والتي تبلي حسنا في الوقت الحالي. فإدارة بايدن مستميتة من أجل استعادة الاتفاق النووي. إذن ما ستفعله هذه الإدارة فيما يتعلق بما يبدو أنه هجوم إسرائيلي؟ حسنا، أعتقد أن الولايات المتحدة قد فعلت أشياء مسبقا من خلال إقرارها بأن هنالك هجوما وقع، وبأن إسرائيل وبعض المسؤولين في إسرائيل يتذمرون من أن إدارة بايدن قد انتهكت خصوصية إسرائيل بشأن التستر على هذا النوع من الهجمات. ثانيا، حينما يزور وزير الدفاع أوستن إسرائيل، أنا على ثقة بأنه سيقول بوضوح لمحاوريه في إسرائيل بوضوح، ولكن على حدة على جانبا بأنهم عليهم أن يتوقفوا عن التصعيد. نعم، أعود لدكتور يوسف أبو شادي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. دعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواجهة هذه الأفعال، ما آلية عمل الوكالة الدولية في هذا الإطار؟ كيف يمكن أن تتعامل مع هذه المواقف أو مع هذه الحوادث؟ الحقيقة الوكالة هي أداة تنفيذية لها دور تنفيذي وليست أداة سياسية، وهي بتنفذ ما يطلب منها. يعني بعد اتفاق 5+1 وبالإضافة لأعباء التفتيش التقليدية لإيران، فإن المفتشين قاموا بتنفيذ والتأكد من تنفيذ إيران لكل الشروط اللي اتحطت في هذه الاتفاق، وكان ده عمل ضخم جدا جدا حقيقة، وتطلب إنه كان قسم كامل من الوكالة، يمكن ربع الوكالة شغالة على إيران، وأعداد ضخمة جدا من المفتشين بيفتشوا على إيران، وهناك فريق دائم بيفتش بشكل مستمر. إذا النهاردة التوسع الإيراني في أنهم بيدخلوا وحدات جديدة من التخصيب، وأنه بيفتحوا منشآت جديدة، وده كل ده بيوسع نطاق العمل بتاع الرقابة بتاع الوكالة. الموضوع العمل الإرهابي، الوكالة ليس جهة تحقيق، لا هي اللي هتحقق ولا أي حاجة. هي كل واقع الأمر اللي هتقوله أنه حصل تعطيل في التشغيل، في يمكن دخول المفتشين قد يعطل كمان لو كان الموضوع كبير، يعني واللي احنا لحد دلوقتي مش متاكدين من تفاصيله ايه. لكن الوكاله دورها طبعا مهم جدا للتاكيد انه الايران سواء خلفت 5+1 او لا، فالوكاله لازم ترصد كل الانشطه الايرانيه وبتقدم تقاريرها، والمفروض بعد كده الجهات بقى الأخرى والمجلس المحافظين في الوكالة والأمم المتحدة هي اللي بقى تقرر هو إيران خلفت، وهل فعلا انسحاب الأمريكي ده مبرر لأن إيران تخالف ولا لا. ده مش شغلة الوكالة، لكن شغلة الجهات الأمامية بتاعت الأمم المتحدة الأخرى. يعني نعم، سيد شريعة مدار، نتنياهو قبل قليل قال إن مواجهة التسليح الإيراني مهمة هائلة، وهناك أيضا زيارة لرئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي إلى واشنطن، يقال أن الموساد يحمل معلومات مهمة وممكن أن تؤدي إلى أن يغير الأمريكيين نظرتهم إلى العودة للاتفاق النووي الإيراني. هل ترى بأن إسرائيل يمكنها أن تضغط على الإدارة الأمريكية في ذلك، طالما أن قلت قبل قليل أن الإدارة الأمريكية عليها أن تتخذ موقفا مما تفعله إسرائيل؟ لاحظي أساسا أغلب المواقف التي اتخذت وأغلب المبادرات التي تمت بالنسبة للقطاع النووي في إيران كانت على أساس تقارير ليس لها مصداقية من إن كانت من الكيان الصهيوني أو من بعض أطراف المعارضة الإيرانية، ثم ثبت بعد ذلك عدم مصداقية هذه التقارير. وإلى يومنا هذا كل تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدل وتقر بأن الملف النووي الإيراني، المشروع النووي الإيراني لم ينحرف إلى التصنيع العسكري. لذلك
أتصور بأن من ينخدع مرة أخرى بهذه التقارير المزيفة والمزيفة هو الذي يعني ربما يعطل هذه المسيرة. اليوم الطرفان اتجها نحو الحل حلحلة الملف، وهناك تجاوب من قبل الإدارة الأمريكية لأن ترفع العقوبات، وإن كان هناك خلاف في كيفية هذه العملية من الطبيعي أن يقوم الكيان الصهيوني بطرح هذه التقارير من أجل إفشال هذه العملية الجديدة التي بدأت في عهد بايدن. لذلك أتصور بأن طبعا نحن كلنا نعلم بأن الكيان الصهيوني مدعوم بشكل أساسي من الإدارة الأمريكية، تسليح هذا الكيان يتم من الإدارة الأمريكية بغض النظر عن من كان على رأس هذه الإدارة، وكلنا نعلم بأن هذا الكيان قام بإجراءات وبحملات ومبادرات عدوانية على دول الجوار، على العالم العربي، في داخل الفلسطيني. له مشروع نووي عسكري، هناك أكثر من 200 رأس نووي حربي في هذا الكيان. كل هذه المعلومات لا يؤخذ بها ويؤخذ بتقارير مزيفة. فأنا أتصور ضيفك الأمريكي، أحترم رأيه، لكنه أبرز أو تحدث عن القلق الأمريكي. لا يكفي القلق، هناك مشروع سلمي إيراني ويفرض عليه كل هذه العقوبات، وبالمقابل إسرائيل تقوم وتعترف بهذه الأعمال الإرهابية في حين يتم فقط إبراز القلق. لاحظي الازدواجية في التعامل مع الدول والقوى المختلفة في هذه المنطقة. أتصور بأن المصداقية تؤكد بأن على الإدارة الأمريكية وعلى الدول الأوروبية وعلى المجتمع الدولي أن يتعامل بمصداقية، أن يتعامل بشفافية اتجاه كل هذه الأمور، إن كان في الملف النووي الإيراني أو الاعتداءات الإرهابية. ولكن يعني تبقى بالنسبة للولايات المتحدة أمن إسرائيل وتفوقها العسكري هي الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة في المنطقة. سيد مارك فيتس باتريك، بالنسبة لزيارة وزير الدفاع الأمريكي لتل أبيب والتي أتيت على ذكرها، هل يمكن أن تنجح الولايات المتحدة في طمأنة إسرائيل بشأن أمنها الإقليمي، وبالتالي قبل استئناف مفاوضات مباشرة يبدو أنها قريبة جدا بين الولايات المتحدة وإيران؟ هذا سؤال صعب. فالولايات المتحدة الأمريكية كانت تدعم إسرائيل على مدار تلك السنوات كما أشار ضيفكم من طهران، على الرغم من أنه بالغ بعض الشيء، إلا أن نعم الولايات المتحدة كانت تقدم ضمانات أمنية. المسألة بالنسبة لإسرائيل هو هل ستصغي الولايات المتحدة إلى مخاوف إسرائيل بشأن الاتفاق النووي مع إيران؟ ولا أعتقد بأن بايدن سوف يحترم أو يأخذ بعين اعتبار مخاوف نتنياهو، لأن نتنياهو لا يود أي نوع من أنواع الدبلوماسية مع إيران فيما تود الولايات المتحدة ذلك. لذا فثمة شيء من الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، والولايات المتحدة تمضي قدما بشأن استعادة أو إحياء هذه الاتفاقية. وبالتالي إذا مضت الولايات المتحدة في ذلك فسيكون هنالك موضع اختلاف جوهري بين إسرائيل والولايات المتحدة. نعم، كنت قد سألت سيد محمد مهدي شريعة مدار عن زيارة رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي لواشنطن، وحسب تقارير إسرائيلية فإن هذه الزيارة تحمل معلومات مهمة وأيضا يمكن أن تغير من وجهة النظر الأمريكيين. هل لديك أي معلومات حول هذه الزيارة، وهل بالفعل مثل هذه المعلومات ممكن أن تغير شيء ما في مسار المفاوضات؟ يا
Yes, I don't think it will change. نعم، لكن لا أعتقد أنها ستغير نهج إدارة بايدن ما لم تكن هذه المعلومات مذهلة بشأن الأسلحة النووية. جميع المعلومات التي حصلنا عليها من إسرائيل في الآونة الأخيرة كانت تتعلق بأعمال سابقة بشأن البرنامج العسكري، وكنا نعلم أن إيران كانت تكذب بشأن تلك التفاصيل، وليس على إسرائيل أن تثبت للولايات المتحدة بأن إيران تكذب، فالولايات المتحدة تدرك ذلك. المسألة الآن تتعلق بما إذا كانت إيران تفعل ذلك في الوقت الحالي، وهل بإمكان الاتفاق النووي أن يمنع إيران من القيام بأعمال كهذه؟ وأظن بأن الإجابة هي بأن الاتفاق النووي مهم جدا في الحيلولة دون حصول إيران على أي سلاح نووي، لذا فإنني أستبعد أن تستطيع إسرائيل تغيير القناعات في واشنطن. نعم دكتور يسري، هل من المرجح أن تعود واشنطن للاتفاق النووي دون أي تعديلات حتى بالنسبة للبرنامج الصاروخي؟ الحقيقة في صعوبة شديدة أن إيران توافق على أي تعديلات جديدة تغير المنهج الأساسي للاتفاق، لكن أنا متخيل أنه قطعا في تغييرات لازم تحصل، لأن النهاردة بعد من أقل من سنتين الولايات المتحدة انسحبت، إيران ما كانتش لسه نفذت البنود الاتفاق، إيران خلفت الاتفاقيات. النهاردة لما نيجي نرجع بقى للاتفاق الأصلي اللي كان بيحط جداول زمنية محددة ويقول مثلا 8 سنين عقوبة كذا تروح، بعد 10 سنين يبتدوا النشاط الوحدات المتطورة، بعد 15 سنة ينتهي الجزء العقوبة ده هي أو الليمت ده. إذا الحاجات دي كلها اتغيرت بالطبيعة، وبالتالي في أجزاء منطقية للتغييرات اللي هتحصل في الاتفاق، وأعتقد إيران هتوافق عليها. يمكن الولايات المتحدة هتحط جدول زمني أقصى شوية في موضوع رفع العقوبات، بحيث أنها ما يبقاش رفع العقوبات بشكل مباشر وسريع، ده كان طلب إيراني طول الوقت ولكن لم يحقق، وحتى تفسيراته ما كانتش واضحة كافية في الاتفاقية. أنا أتخيل دي ممكن تفهم، لكن إدخال بقى بنود جديدة زي موضوع الصواريخ أو موضوع حقوق الإنسان أو التدخلات في الدول المنطقة المجاورة، أنا أشك تماما أنها تخش جوه الاتفاق. وأكيد الولايات المتحدة عارفة أن دي خطوط عليها فيتو، يعني استحالة إيران هتوافق عليها مع الاتفاق النووي. فأنا بتخيل لا، خليك في الاتفاق اللي انت وقعته قبل كده، عدل الحاجات المنطقية اللي هي فعلا الوقت ضيعها بسبب يعني الموقف الأمريكي، والنهاردة بقى ابتدي اعمل صفحة جديدة، لأنه يمكن زي ما قال مارك من أمريكا، الحقيقة أنا موافقه تماما أنه الاتفاق دي في صالح العالم كله. لكن دكتور أنت تقول إدخال تغييرات منطقية وتستبعد إدخال تغييرات بخصوص البرنامج الصاروخي أو بالنسبة لحقوق الإنسان كما ذكر، عن أي تغييرات منطقية نتحدث هنا؟ ما أنا زي ما قلت إنه في الاتفاق ده لو حضرتك بصيتي فيه كان حاطينه ساعة ما ابتدينا في 2015 اللي هو توقيع الاتفاق، وبدأ تنفيذه في يناير 2016، حطوا جداول زمنية للنشاط، يعني مثلا إن الوحدات اللي هي 5060 وحدة تخصيب اللي بتشتغل بس ومن نوع الاي ار 1 ده كان الليمت بتاعها حوالي 10 سنين. النهاردة هقول هو فين العشر سنين؟ أنا هبتدي من جديد بقى تاني، إذا أكيد لازم هتاخد وقت أكتر من كده. في الاتفاقية فيها شروط كتيرة قوي، وبالذات شروط زمنية، الشروط دي كلها اتغيرت. النهاردة إيران أنتجت كميات أكتر كتير من الحدود القصوى اللي مطلوبة فيها، كان مطلوب 300 كيلو جرام مخصب يورانيوم مخصب غازي، النهاردة أنا بخش في الأطنان. في الحاجات الكتيرة اللي تمت خلال تخطي إيران للحدود بتاع الاتفاق دي لابد من إعادة الاتفاق عليها. أنا هعمل فيها إيه؟
يعني انا تخطيت كل الخطوط اللي كنت حاططها يعني كما ذكرت الشروط والجداول الزمنيه. سيد محمد، هل يمكن ان تقبل ايران بذلك ان تقدم هذه التنازلات ويتم ادخال تغييرات منطقيه كما وصفها دكتور يسري؟ أولا، المشروع النووي الإيراني لم يكن عسكريا للحظة واحدة على مدى التاريخ. الدليل على ذلك هو أن كل التقارير للوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد ذلك. نعم، قد تكون هناك بعض التقارير من الكيان الصهيوني وغيره أو بعض التخوفات أو القلق، لكن لا يوجد أي دليل على أن هذا المشروع مشروع عسكري. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن الخطوات الأربع التي قامت اتخذتها إيران بعد الانسحاب الأمريكي وبعد عدم تطبيق الاتفاقية، المهم ليس هو وجود أمريكا أو عدم وجودها، المهم أن هذه الاتفاقية كانت تقتضي التزام إيران بهذه الاتفاقية وبالعمل الطوعي بالبروتوكول الإضافي مقابل رفع العقوبات. حينما لا ترفع العقوبات وحينما تفرض الإدارة الأمريكية على الدول الأوروبية وتضغط عليها ولم تستطع الدول الأوروبية أن ترفع هذه العقوبات وأن تفعل شيئا، معنى ذلك أنه هذه الاتفاقية لم تطبق. لذلك اتخذت إيران الخطوات الأربع، وهذه الخطوات كانت أولا وفق أحكام القانون الدولي التي تقتضي التزام مقابل التزام، وثانيا كانت على أساس المادة 36 و37 و38. وأنا أستغرب ربما الضيف من الوكالة الدولية سابقا لم يقرأ بنود ومواد هذه الاتفاقية بشكل دقيق. هذه المواد تسمح للطرف الإيراني أن تتخذ هذه الخطوات مقابل عدم تطبيق هذه الاتفاقية. أما بالنسبة للتعديلات، لن تكون هناك تعديلات. يعني إذا أردنا أن ندخل هذه التعديلات، هذا يعني أولا أننا سنتفاوض ربما لعشر سنين أخرى. لا يمكن أن يعني نؤجل هذا المشروع إلى هذه الفترة الزمنية، لأن إيران ستصر على مواقفها. ثانيا، حتى لو فرضنا أن الطرفين توصلا إلى اتفاقية جديدة بتعديلات منطقية أو سمي ما شئت، من الذي يضمن أن الإدارة الأمريكية ستلتزم بالاتفاقية الجديدة؟ إذا كانت الاتفاقية القديمة أو الاتفاقية الفعلية وليست القديمة، الاتفاقية الفعلية انسحبت منها الإدارة الأمريكية، يعني أنا إيران والدول الأوروبية لم تفعل شيئا من أجل إنقاذ هذه الاتفاقية. من يضمن أن الاتفاق لم يطبق كما من وجهة النظر الإيرانية؟ وأيضا أي تعديلات لا يمكن أن تضمن إيران أن الولايات المتحدة ممكن أن تلتزم بها؟ سيد مارك فيتزباتريك، هل تذهب الولايات المتحدة إلى اتفاق جديد أو إلى اتفاق القديم دون أي تعديلات كما ذكر سيد محمد؟ الإجابة هي كلاهما معا. هنالك خطوتان، عملية من خطوتان نتخيلها هنا. الخطوة الأولى هي استعادة الاتفاق النووي وفقا لما هو عليه في عام 2015، العودة إلى الاتفاق. والخطوة الثانية، المرحلة الثانية، هي إدخال تحسينات على الاتفاق من قبيل تلك التي اقترحها الخبير السابق بمنتهى الحكمة، وأيضا من أجل معالجة المخاوف المتعلقة بالصواريخ والأنشطة الإقليمية لإيران. وإيران بالتأكيد ستكون لديها مخاوف بحاجة إلى معالجتها. سيكون الوضع معقد للغاية في المرحلة الثانية، إلا أن هذا الأمر يستحق الانتباه. حالما نتمكن من استعادة الاتفاق النووي وتطبيقه، على قال المرشد الأعلى في إيران بأنه يمكن بعد ذلك النظر في جوانب أخرى. لذا فإن النهج يجب أن يكون نهجا قائما على مرحلتين. مارك فيتزباتريك، المدير السابق لبرنامج نزع السلاح النووي في الخارجية الأمريكية، شكرا لك. دكتور يسري أبو شادي، كبير خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، شكرا دكتور يسري. وأيضا الشكر لمحمد مهدي، شريعة مدار الدبلوماسي الإيراني السابق. شكرا جزيلا لكم جميعا، وشكرا للمتابعة. إلى اللقاء. We'll be right back.
الله.